صباح الخير مشاهدينا الأعزاء، فين ما كنتوا تتابعونا من داخل الوطن الحبيب أو من خارجه. نتمنى لكم أوقات كلها سعادة وتفاؤل بإذن الله. صباح الخير مشاهدينا، وبرنامج صباح بلقيس يطل عليكم يوميا ما عدا الخميس والجمعة بمواضيعه وفقراته المتنوعة عن اليمن الحبيب. اليوم فقرتنا الأساسية بتكون عن فن الخط العربي وتصاميمه المميزة، والحديث عن إحدى مسابقاته الدولية اللي شارك بها اليمنيون. ومع صنف آخر من الفنون لنا اليوم حديث شائق مع الشعر الشعبي اليمني الأصيل، ونذهب في جولة في تاريخ مدينة الغيضة وتفاصيل معالم المدينة. سؤال حلقتنا التفاعلي لهذا اليوم مشاهدينا، ما هي اللهجة التي تحب سماع الشعر الشعبي بها؟ شاركونا إجاباتكم على البث المباشر الآن على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة بلقيس، خليكم بالقرب. نبدأ أخبارنا المنوعة من آخر تطورات كورونا، في الوقت الذي بدأ العالم فيه بالتعافي من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد والصحة، تواجه كوريا الشمالية منذ نحو 10 أيام الوباء لأول مرة، إلا أنها لجأت إلى طرق تقليدية بحثة في مواجهته في ظل نقص الإمكانيات الطبية لديها. كوريا الشمالية لم تؤكد العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ولمواجهته تعتمد بشكل كبير على الحجر الصحي الذي لم يطبق بشكل كامل رغم وصول العالم إلى تخطي الوباء عبر اللقاحات المتنوعة. واعتمدت كوريا الشمالية على فرض الحجر الصحي على مئات الآلاف من مصابي كورونا والمشتبه بإصابتهم، وعلى العلاجات المنزلية التي قد تنفع بالكاد في علاج نزلات البرد الخفيفة لمواجهة الفيروس. واهتمت بالتوعية عبر وسائل الإعلام الحكومية، الصحف والتلفزيون والإذاعة، لتقديم نصائح حول كيفية التعامل مع الفيروس للمواطنين الذين لا يستطيع معظمهم الوصول إلى الإنترنت أو الأخبار الأجنبية. خبر مؤسف، وخاصة أنه بدأت الحياة تعود إلى كل البلدان التي كانت بتعاني من هذا الفيروس. صحيح، وطبعا كوريا الشمالية يعني مفروض عليها مجموعة من العقوبات اللي تمنع وصول بعض الأدوية إليها بسبب مشاكل سياسية طبعا، ولكن القطاع الصحي هو المتضرر الأول بسبب هذه العقوبات، ومنها المصابين بهذا المرض الذي نتمنى أن يرتفع عن العالم كله إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. وإلى خبرنا التالي، وإلى أحدث التطورات في عالم تطبيقات السوشيال ميديا، تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center. وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء أبنائهم عبر التطبيق، بالإضافة إلى الأشخاص الذين كانوا يراسلون أو يتراسلون معهم على مدار الأيام السبعة الماضية. الرئيس التنفيذي لشركة سناب أوضح أن الميزة تمنح الأهل رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، مع الأمل بجعلهم يشعرون براحة أكبر نحو هذا التطبيق. هذه الميزة تعتبر مفيدة للأهل لأن قوائم أصدقاء سناب شات ليست عامة على عكس العديد من الشبكات أو من مواقع التواصل الأخرى. كما يرى الأهل أيضا الأشخاص الذين تحدث معهم ابنهم على مدار الأيام السبعة الماضية لكن دون عرض محتوى تلك المحادثة، ويستطيع الأهل مساعدة ابنهم في الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات إذا لزم الأمر. طبعا سناب شات يعد واحدا من آخر منصات التواصل الاجتماعي التي توفر أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بالرغم من أنها تشهد استخداما مكثفا بين المستخدمين الأصغر سنا. أنا فرحت بهذا الخبر صراحة. فعلا، وموضوع الرقابة الجميل في سناب شات أنه لا يعني التعدي على الخصوصية، يعني المحادثات محفوظة، لكن يعرف الأهل كيف من هم أصدقاء هؤلاء، يعني أصدقاء أبنائهم. والأهم من هذا كله أن هذه الرقابة تكون قائمة على معرفة الأبناء أنفسهم، أنه الوالدين يعني مسموح لهم يعني بمشاهدة هذه المحادثات أو معرفة الأصدقاء، يعني مش تجسس، وهذا شيء سيء أنه يتبع الأهل موضوع الرقابة عن طريق التجسس، تعرف هذه الأشياء تعمل يعني نوع من يعني كسر الثقة بين الأبناء وآبائهم. وأنا سعيدة بهذه الأخبار والتطورات الذي بتحصل في التطبيقات مؤخرا، كافة التطبيقات وكذلك الفيسبوك مؤخرا بدأ يحارب خطاب الكراهية. يعني
فهذا مهم، حماية للمراهقين. ومن أخبار التقنية إلى عالم الغرابة، فقد سجل هالك الروسي رقما قياسيا جديد بسحب 3 مروحيات وزنها 15 طنا في مطار عسكري. وسجل حامل الرقم القياسي العالمي هالك الروسي في سحب المعدات متعددة الأطنان وأرقام القوة رقما قياسيا جديدا. يبلغ وزن المروحيات 15.6 طن وسحبها في غضون 24.63 ثانية من دون استخدام أجهزة خاصة، وفي نفس الوقت نفخ وسادة تدفئة طبية لتنفجر. دعنا نتابع هذا الفيديو. ما شاء الله، انا اعتبر انه انجاز اني يعني بخرج اتمشى واروح يعني شويه كذا الجيم، او احيانا يعني انا اعتبر انجاز اني انفخ البال. فعلا يعني طاقة الإنسان جبارة إذا بدأ بالتمرين المستمر والمكثف، وهذا اللي عمله يعني هالك الروسي. وننتقل الآن إلى خبر يا سمية مليان بالغيرة. فقد أدى قرار رجل بريطاني وزوجته باستقبال لاجئة أوكرانية في منزلهما بعدما تعاطفا مع حالتها الإنسانية إلى تفكك أسرتهما الصغيرة التي كانت تعيش في سعادة. القصة أن حارس الأمن توني غارنيت البالغ من العمر 29 عاما وهو أب لطفلين يعيش حياة زوجية مع زوجته لورانا البالغة من العمر 28 عاما في مدينة في إنجلترا، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب بعد قرارهما استقبال اللاجئة صوفيا البالغة من العمر 22 عاما التي غادرت مدينة لفيف الأوكرانية واختارت بريطانيا وجهة لها. إلى الآن الوضع طبيعي، لكن الذي حصل بعد 10 أيام فقط من دخول اللاجئة الأوكرانية البيت الجديد، وقع غارنيت في حبها، وهو الأمر الذي اكتشفته الزوجة لورنا. هذا الأمر جعلها تطلب من صوفيا الأوكرانية المغادرة، فغادرت وتبعها زوجها، وهو ما شكل مفاجأة صادمة للزوجة. إخس الرجالة كده كلهم خونة. طبعا أنا أظن وديان أنه الرجل غير المسؤول هو الذي لا يهتم بالروابط العائلية، لكن هناك رجال أكيد يعني بالرغم من الإغراءات أكيد يعني يقاوموا هذه الأشياء لأجل الأسرة، عشان يعني معاه طفلين يعني عشان كمان السبب في الكنترول مزعلوش المشاهدين. طبعا مش كل الرجال كده، وبالأخير أصلا هي كانت تحب تعمل خير، ولكن للأسف يعني نروح فاصل صغير ونرجع لكم مشاهدينا، خليكم معنا. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وموضوعنا الرئيسي اليوم عن الكتابة. فالكتابة هي سجل الحضارة الإنسانية التي تظهر أو ظهرت تطوراتها وتاريخها، ومن هنا تتجلى أهمية الخط العربي كفن وتصميم تتميز به كل اللغات التي تستخدم حروف اللغة العربية.
وتتميز الكتابة بالخط العربي أن حروفها متصلة مما جعلها قابلة للأشكال الهندسية، كما أنها تقترن بالزخرفة التي تستخدم في تزيين المساجد والقصور. وقد قام العرب والمسلمين بابتكار أنواع عديدة من الخطوط كان لها دورا بارزا في إظهار اللغة العربية وجماليات الكتابة والزخرفة بحروفها. ومن منطلق هذه الأهمية تقام العديد من المسابقات لتعزيز حضور الخط العربي وإظهاره كفن عربي وإسلامي وما يتميز به من أفق حضاري ومتفرد. وفي اليمن تقام العديد من المسابقات، كما يشارك الكثير من الخطاط اليمنيين أو الخطاطين اليمنيين في مسابقات محلية ودولية، كان آخرها مسابقة أريسكا الدولية الثانية عشر لفن الخط التي نظمها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أريسكا في إسطنبول. تنافس فيها خطاطون من 31 دولة من ضمنها اليمن، والتي حصدت 3 جوائز. وعن تفاصيل هذه المسابقة نشاهد هذا التقرير. تتعدد الفنون وتتنوع أساليبها، وتظل الخطوط جزءا منها، لها قواعد وأنماط خاصة. مؤخراً نظم مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية إريسكا، الذي يتواجد مقره في إسطنبول، مسابقة دولية لفن الخط العربي. ٦٧٩ لوحة ل535 خطاطة من 31 بلداً، وكل لوحة تحمل تفاصيل مختلفة ومثيرة للاهتمام، كتبت في دول عديدة وهدفت لنشر الفنون الإسلامية. الكثير من اللوحات حظيت بإعجاب خبراء تقييم الخط، وصنفت في 3 درجات. هذا الفوز أجاز 15 خطاً ل9 دول أكملت الدورات التدريبية بنجاح، من بينها اليمن، التي تسعى دوماً للمشاركة ووضع بصمتها الفنية والثقافية في كل مكان تصل إليه. مركز الأبحاث الذي يتبع منظمة التعاون الإسلامي ينظم كل 3 سنوات معرضاً للوحات فن الخط المزخرفة، ويسعى جاهداً لإظهار جماليات الخط وأشكاله ورسم أنواعه 10 في لوحات فريدة ومتنوعة. معنا في الاستديو أحد المشاركين والفائزين أيضاً، والذي حصل على العديد من المراكز في مسابقات محلية وبعض المراكز في المسابقات الدولية، ومن أهمها المركز الأول في مسابقة أساتذة المستقبل بتركيا، والخامس في مسابقة أريسكا أيضاً في تركيا، وإجازة في الخط العربي الخطاط عبد الرحمن السعيدي. صباح الخير عبد الرحمن. صباح النور، أهلا وسهلا، نورتنا في صباح بلقيس، وألف مبروك على هذه الإنجازات الجميلة. شكرا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. طيب عبد الرحمن، احكي لنا عن مسابقة أو مشاركاتك في هذه المسابقات. مسابقة أريسكا هي تعتبر أهم مسابقة في الخط العربي، كونها الذي أعطاها هذه الأهمية هي أنها أكثر مسابقة تضم أكثر خطوط، لأن بعض المسابقات تأخذ خط من الخطوط، مثلا بعض المسابقات تقتصر على خط النسخ، بعض المسابقات تقتصر على خط الثلث، بعض المسابقات الديواني مثلا، لكن هذه المسابقة تشمل على كثير من الخطوط العربية. ثانيا تشمل على كثير من يضم إليها الكثير من المحكمين من جميع دول العالم، فهذه الحكام. الحكام نعم. وما أعطاها الأهمية هذه أنها أول مسابقة تهتم بالخط العربي. جميل، ما شاء الله. ولازالت أهم مسابقة، هي الأولمبياد تبع الخطاطين. أيوة فعلا. فأن يكون لليمن اسم في هذه المسابقة شيء نفتخر به كخطاطين يمنيين. أكيد، وإحنا كمان فخورين بهذا الشيء، ونتمنى دائما يذكر اسم اليمن في المحافل والمسابقات الدولية. طيب بالنسبة لك، متى تعرفت أنه معك هذه الموهبة، وكيف طورت هذه الموهبة لديك؟
من الصغر يعني كنا يعني نعرف خط النص، خط الثلث، خط الرقعة مثلا، يعني خطي احسن من خطك، خطك احسن من خطي وكذا. حتى تعرفت على الاستاذ زكي الهاشمي، استاذ يمني، هو من ضمن الاساتذه الذي اخذت منهم الاجازه بالاضافه الى 3 خطاطين اتراك، واخذت يعني اخذ على يدي ونميت موهبتي بهذا الشكل. تحياتنا له. تحياتي له وشكري وتقديري ايضا، فهو له اليد الكبرى في هذا المجال. طيب، اول مسابقه انت شاركت فيها، ممكن تحكي لنا يعني المسابقات اللي انت شاركت فيها والجوائز اللي حصلت عليها في كل مسابقه؟ بدات اولا بالمسابقات المحليه. أيوة. على مستوى اليمن، بعضها اخذت الاول، بعضها الثاني، بعضها ثم انتقلت، عندما انتقلت الى تركيا يعني نميت موهبتي في هذا المجال، و يعني خضت التجربه في مجال المسابقات. بعض المسابقات لم أخذ شيء، ولكن الحمد لله في المسابقة الأولى أساتذة المستقبل أخذت المركز الأول فيها. أيضا في المسابقة هذه، مسابقة أرسيكا، أخذت المركز الخامس فيها. وهناك أيضا بعض المشاركين اليمنيين أخذوا بعض المراكز سواء في المسابقة الأولى أو في المسابقة الثانية. بذكر اليمنيين المشاركين، يعني حدثنا عن مشاركات اليمنيين اللي شاركوا فيها في أرسيكا. مشاركات اليمنيين، خطاطين كثير في أرسيكا شاركوا، ولكن الفائزين فيها أنا والأستاذ عبد الوهاب سيف، أوجه له التحية من هنا، فقط في هذه المسابقة. أما في بقية المسابقات يشاركون فيها خطاطين ويفوزون أيضا. أيوة. ويكونوا يعني منافسين. نعم نعم. شرسين. مش منافسين شرسين، وشيء يرفع الرأس يعني. أيوة. جميل. طيب، خلينا الآن نتكلم على الخط العربي، أنواع الخط العربي. ممكن نبدأ نتكلم على مراحل نشأة هذا الخط، عشان يعني نتعرف على هذا الفن العريق الجميل. يعني ما شاء الله اللوحات موجودة هنا معنا في الاستوديو اليوم، مزينا الاستوديو هذه. أيوة. الخطوط الجميله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعني الوقت قصير لكي اذكر مراحل تطور الخط وكذا، ولكن الخط هو من قبل الاسلام، فعندما ارتبط الخط العربي او الحرف العربي بالقران الكريم طور، ويعني الخطاطين او الفنانين العرب اعطوا هذا الحرف اهميه كبيره، نسخوا به المصاحف، كتبوا به الأحاديث الشريفة، كتبوا به الحكم والأشعار، وهذا ما أعطاه يعني التطور هذا الذي لاحظناه. فالحرف قديما يختلف تماما عن الحرف، عن التطور الذي وصل إليه اليوم، لأن الفنانين العرب أو الخطاطين العرب وغير العرب المهتمين بالحرف العربي والحرف القرآني أعطوه كثير من الأهمية، حتى وصلوا به الى الحرف الذي نراه اليوم بهذا الجمال وبهذا التنسيق. يعني كونك خطاط، ما هي انواع الخطوط العربيه؟ انواع الخطوط العربيه كثيره، ولكن اهم الانواع التي استطيع اذكرها 6 انواع: النسخ والثلث والمحقق والريحاني والرقاع والتواقيع. هذه أهمها، 6 أقلام يعني معروفة، لكن إذا أردنا أن نتوسع فيها كثيرة فهي كثيرة. خط الكوفي لحاله ممكن عشرات الأنواع يعني. الأنواع نعم، لكن هذه من أهم الأنواع. طيب، أكثرهم انتشارا يعني على الإطلاق؟ لا أستطيع أن أذكر الأكثر انتشارا، لأن كل فترة زمنية أو كل منطقة لها اعتناء بخط معين. على سبيل المثال، مثلا قد نجد في تركيا مهتمين بخط يعني محدد، وتجدي أكثر الأتراك كاتبين هذا الخط. وعندنا في مثلا اليمن أو في السعودية أو في كذا أكثر الخطاطين يكتبوا خط معين وهكذا. وأيضا في مراحل مثلا حقب زمنية اهتمت بكتابة المساجد، فهذه الحقبة الزمنية انتشر فيها خط الثلث الجلي التي تزين به المساجد، وأعطوا الأهمية لهذا الخط مع كتابة بقية الخطوط، ولكن الاعتناء كان لهذا الخط. أيضا عندما بدأت نسخ
المصاحف الشريفة وكذا أعطوا خط النسخ أهمية أكبر من غيره من الخطوط، فهكذا يعني تكون الأهمية، رغم يعني تكتب جميع الخطوط في جميع الأماكن في جميع الدول في جميع المراحل، ولكن مرحلة من المراحل أو دولة من الدول أو جماعة من الخطاطين يهتموا بخط واحد لأهميته في ذاك الوقت أو في هذاك الزمان. طيب أنت ما شاء الله يعني الخطوط اللي أنت بتعملها متنوعة أكيد، وأنت شاركت في أكثر من نوع من خط، ولا أنت برأيك الخط الأكثر تعقيداً أو نقدر نقول الخط اللي أنت يعني تحس أنه صعب عليك، وممكن تعطينا رأيك بشكل عام يعني على الخطوط؟ ما في خط صراحة معقد، كل الخطوط صعبة وتحتاج إلى تعليم وإلى ممارسة وإلى يعني اهتمام التلميذ مع أستاذه، ولكن يعني لأنك إذا يعني إذا قلنا إذا افترضنا أن كما يقال أن الرقعة خط سهل أو الديواني خط سهل أسهل من غيره من الخطوط، لكن عندما تتعمق في هذا الخط يعني بأستاذ مجيد لهذا تجد أنه يحتاج أسرار تعرفها من الأستاذ، يحتاج إلى تمرين مستمر، يحتاج إلى يعني صبر وجهد أكثر حتى تتقن هذا الخط. يعني في الأول والأخير أنت لن تكون كاتب يعني كالكتاب المنتشرين، لكن تكون فنان، تكون خطاط، لازم تتعمق حتى لو كان الخط سهل. طيب مثلا اللوحات اللي موجودة عندنا في الاستوديو ممكن تكلمنا أكثر عنها؟ الخطوط هذه إيش نوع الخط؟ كم يستغرق منك؟ كيف تبدأ بالقطعة الواحدة مثلا؟ وكم ياخذ منك وقت؟ اللوحات الموجوده امامنا الان أيوة. بخط النسخ وخط الثلث، وبعضها بخط النسخ والثلث يعني اكثر من نوع. نعم اكثر من نوع، مثلا هذه اللوحه اللي فزت فيها بخط النسخ كلها اخذت مني تقريبا قرابه 3 أشهر كتابه قوالب وكتابتها ايضا اكثر من مره، كتابه الكلمه او الشطر الواحد من بيت الشعر اكثر من أكثر من شكل حتى أخرج الشكل الجيد والذي أحس أنه يعني أفضل له في هذا المكان يكون بهذا الشكل، أرضى عليها كقالب أخير بعد كل المحاولات يعني، فأبدأ بكتابة أو تنفيذ اللوحة الأخيرة. يعني نقدر نقول أنك تفضل النسخ؟ مش النسخ، النسخ والثلث أفضلها أكثر، الخطوط التي يعني أكتب بها وأحبها. أيوة ما شاء الله، يعني 3 أشهر من التدريب يعني مدة طويلة. هو مش 3 أشهر الحقيقة، هي 5 سنوات إضافة إلى 3 أشهر. أين 5 سنوات تعليم وكذا. أنا والله لو تشوف خطي أنا يستخدموه في الاستخبارات عشان ما حد يعرف يقرأه طبعا. جيد. على فكرة على طار الاستخبارات، هذه كان موجود في الدولة العثمانية خط اسمه خط الديواني، طبعا الديواني الذي نراه اليوم أشكال غير الديواني الذي أول ما ظهر في الدولة العثمانية. أول ما ظهر في الدولة العثمانية كانوا يستخدمون فقط للمراسلات السلطانية من السلطان إلى الوالي إلى بعض الولايات، فكان ما أحد يعرف هذا الخط أبدا إلا واحد كاتبه عند السلطان. أيوة. والذي يستقبل عند بعض الولاة وكذا، فكان السطر من بدايته إلى نهايته موصول تماما، فكان حتى إذا تعرض هذا أخذ الرسالة إلى السرقة أو الكذا ما حد بيعرف شيء يعني. فاحتمال نستخدم نستخدم سمية يعني كل مستقبل إن شاء الله. كويس. جيد. طيب احكي لنا أيضا عن باقي الخطوط الثانية الموجودة هنا في اللوحات. اللوحة الأخرى التي حصلت على المركز الأول فيها واتلو عليهم نبا إبراهيم، السطرين الأولى والأخير بخط الثلث، والقطعة الموجودة أمامنا بخط النسخ، أيضا صورة الضحى هذه من اللوحات المذهبة كلها مكتوبة بخط الثلث وموقعة بخط الرقاع أو الإجازة، أيضا هذه اللوحة اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم، هذه إجازتي في الخط العربي، وعادة الإجازة تكتب النص يكتبه الأستاذ ويكتبه التلميذ أو الدارس للخط العربي، النصوص الصغيرة التي نراها بخط الإجازة أو بخط الرقاع هي يكتبها الأساتذة. كل أستاذ يكتب أنه يعني أجزت تلميذي فلان فلان أن
يوقع اسمه تحت مكتوباته، وهذه الإجازة المعروفة عند الخطاطين. نبارك لك هذه الإجازة لك. وجميل جدا أنه يعني أنه المدرس هو من يكتب فيها أو الإجازة نفسها بخطه. نعم يعني نعم، التلميذ يكتب ثم المدرس أو عدة مدرسين يجيزون هذا الطالب الذي كتب هذه القطعة. طيب عبد الرحمن، بالعودة إلى المسابقات والمشاركات، يعني كيف تساهم مثل هذه المسابقات بإظهار مواهب الخطاطين اليمنيين؟ المسابقات هي عادة يعني إذا طلب مني عبارة أو سورة مثلا من السور القرآنية فأنا سأكتبها بخط جميل ومرتب، لكن إذا عرفت أن هذه السورة القرآنية أو هذا النص بيكتبه يعني 200 أو 300 خطاط، أيوة. كيف بيكون يعني شغلي عليه؟ بأستشير يعني عدة أساتذة، أستشير يعني زملائي في هذا المجال، أبحث في كل المراجع التي درسناها حتى أصل إلى إخراج اللوحة أفضل إخراج. فهذا الذي يعطي المسابقات، تعطي الخطاطين دفعة قوية وتنقلهم من مرحلة إلى مرحلة أفضل في مجالهم هذا، ليس الخطاط اليمنيين فقط وإنما كل الخطاطين المشاركين في أي مسابقة. وبالأخير هي منافسة شريفة وتراث مهم يعني نعتني فيه ونحافظ عليه، تراث وهوية يعني صحيح. نفتخر بها ونتشرف أن نكون من روادها. طيب عبد الرحمن، بموضوع الخطوط العربية، إيش اللي يميز الخط العربي عن باقي الخطوط في العالم؟ هل نقدر نعمل مقارنات؟ طبعاً يعني ما في مقارنة الصراحة، يعني عندما تكتبي بالحرف اللاتيني مثلاً خلاص حرف يعني شكل واحد ما في أشكال، لكن أعطيك حرف العين مثلاً أو حرف الحاء أكتبي لي بالخط العربي، تكتبي لي مرة بالرقعة ومرة بالناسخ ومرة بالديواني ومرة بالديواني الجلي. فالخط العربي يعني عدة أشكال، ويعني الكلمة الواحدة ممكن تكتبيها يعني مئات المرات، وكل مرة بشكل مختلف وبخط مختلف ويعني بحجم مختلف أيضا. طيب عبد الرحمن، بشكل سريع لأنه للأسف الوقت يداهمنا، ما أبرز النصائح اللي يمكن أن يلتزم بها الخطاطين واللي يشتوا كمان تحسين خطوطهم يعني ممكن تقدمها للاستخباراتية؟ أكثر بصراحة أهم النصائح أقدر أختصرها في 4 نقاط يعني سريعة. الأستاذ المجيد، يعني إذا اخترت أستاذ جيد ممكن يعني يوصلك إلى مرحلة متقدمة وفي وقت قصير جدا. المنهج السليم، يعني مستحيل كل الخطاطين الموجودين الآن في العالم يسيرون على منهج واحد، لكن أنت عندما تدخل بهذا المجال اختر المنهج المناسب لهذا لكي تصل إلى مرحلة تكون راضي عليها بعد فترة، يعني بعد 3-4 سنوات تكون راضي على هذه المرحلة بسبب اختيارك في البداية للمنهج السليم. أيضا الصبر. الصبر هذه صدق. نعم الصبر والتمرين المستمر، يعني الخط يحتاج لها تمرين مستمر لكي يعني تحسن من قدراتك كل فترة وفترة. يعني في السنة هذه كان مستوى الخط كذا، يعني 30% مثلا أو 40%، السنة الثانية بسبب التمرين المستمر وعدم الانقطاع يصل إلى يعني نسبة معينة وهكذا. الخطاط الرائع المبدع، يعني سعدنا بوجودك معنا عبد الرحمن السعيدي في صباح بلقيس، ونبارك لك مرة ثانية هذا الإنجاز اللي يعني يضاف لليمن ويضاف أيضا لهذا التراث المهم. إن شاء الله نستضيفك مرة ثانية ومعك يعني جائزة أخرى بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا مشاهدينا فاصل قصير نرجع لكم، خليكم معنا. وإلى فقرتنا التالية وتقرير آخر، وإلى الغيضة، عاصمة المهرة البوابة الشرقية لليمن، ولمدينة الغيضة مميزات كثيرة وتاريخ عريق وفيها معالم تاريخية كأغلب المدن اليمنية. لنحلق وإياكم إلى مدينة الغيضة لنتعرف على تفاصيلها الفريدة والجميلة.
في زاوية اليمن الشرقية وعلى بعد 1318 كيلومتر من صنعاء تقع محافظة المهرة. المهرة هي ثاني أكبر محافظة من حيث الحجم، إذ تحتل مساحة 67,297 كيلومترا مربعا من الأراضي اليمنية، لكنها تعد أقل المحافظات من حيث عدد السكان الذين يشكلون نسبة 0.5% من إجمالي عدد سكان الجمهورية. وفي المهرة تقع مدينة الغيضة عاصمة المحافظة ومركزها الإداري. تتميز مدينة الغيضة بموقعها الجغرافي وتضاريسها التي تعتبر ذات تنوع فريد ما بين السهلي والصحراوي والبحري، ولها شريط ساحلي يمتد لأكثر من 100 كيلومتر غني بالأسماك والأحياء البحرية والطيور. يعرف معنى الغيضة بحسب مراجع عربية بأنها الأجمة، والأجمة هي مكان تتجمع فيه الماء فينبت فيه الشجر، كما تعرف أيضاً بأنها منطقة بها شجر ملتف. تعد الزراعة وتربية الثروة الحيوانية وصيد الأسماك من أهم الأنشطة الرئيسية التي يمارسها سكان الغيضة. اشتهرت الغيضة بالعديد من المعالم الأثرية والتجارية والسياحية، منها ميناء نشطون وحصن خيبل وحصن بن غفيلة ومسجد الشيخ الجوهري ومعلم الفنطاس الكائن على ضفاف شاطئ البحر، والذي كان الصيادون يتجمعون فيه بداية موسم الاصطياد للدعاء إلى الله بالرزق الوفير قبل الدخول إلى البحر. شهدت الغيضة مؤخراً توسعاً وضغطة عمرانية وحركة تجارية بعد أن أصبحت مقصداً للقادمين من مختلف المحافظات ليجدوا المدينة، وقد زينت بأشجار ومجسمات بلمسات جمالية تعبر عن تراث المدينة. محافظة عريقة ولها لغتها الخاصة التي تسمى المهرية، وهي لغة غير مكتوبة تتوارثها الأجيال شفهيا. وفيها أعرق سلالات الأبل التي لم تنقرض بعد، ولها أهازيجها ورقصاتها الشعبية الخاصة بها، ولهذا تعد المهرة المحافظة الفريدة بكل ما فيها. تقرير جميل، وأنا بصراحة حابة كثير أني أزور سقطرة والمهرة من كثر ما فيها هذه الأماكن الجميلة الطبيعية. سبحان الله، اللي إحنا اليمن مبهوري فعلا. موارد كثيرة، سواء تكلمنا عن التعدين، تكلمنا عن الثروة السمكية، حتى الثروة اللغوية. يعني المهرة معروف أنها يعني تتكلم اللغة أو اللهجة الحميرية، وهذا تنوع ثقافي جميل يتميز فيها هذه المديرية بالأخص الغيضة. وننتقل إلى فقرتنا الثانية اليوم، اللي هي تتكلم عن الفن وبالتحديد عن الشعر. الشعر هو فن الترجمة عن الوجدان والتعبير الصادق عن خلجات النفس والإفصاح عن التجارب والأحداث التي يمر بها الإنسان في حياته، وتصوير ما يمر به المجتمع من أحداث وما يدور فيه من صراعات. وأنواع الشعر كثيرة، ولعل أشهرها هو الشعر الشعبي. فالشعر الشعبي يعتبر أكثر قرباً للناس من شعر الفصحى العمودي أو الحر، ومن أكثر ألوان الأدب ارتباطاً بالمجتمع والأقرب إليه، والأكثر شيوعاً وتأثيراً عليه في تناول مختلف القضايا.
الشعر الشعبي فرع من فروع الأدب الشعبي أو ما يسمى بالفلكلور أو الممارسة الاجتماعية الثقافية والأدب الشعبي. وقد عدت منظمة اليونسكو فن الغناء الصنعاني أو الشعر الحميني، والذي يعتبر أحد أنواع الشعر الشعبي من روائع التراث الثقافي اللامادي والإنساني. وكان هناك العديد من المطربين الذين غنوا للشعر الشعبي، وتناقلت الذاكرة الشعبية للأجيال حتى وصلت إلى آبائنا وفنانين الرواد في العصر الحديث، الذين كان لهم الدور الكبير والأبرز في إحياء وتجديد ذلك التراث الأدبي والفني، ورفضه بالكثير من جديد الشعر والألحان. وللحديث أكثر عن الشعر الشعبي معنا ضيفنا في صباح بلقيس الأديب والشاعر عبد المجيد التركي. يا مرحبا يا شمس ربي، رحبي. مرحبا بكم من شرقها للمغربي. يا سلام، تفجرت اليوم مواهب سمية. بحاول. يسعد صباحك. صباح النور والعافية. أهلا أهلا وسهلا. طيب الشاعر عبد المجيد، ممكن نبدأ نتكلم معاك على مفهوم الشعر الشعبي؟ نعم، مفهوم الشعر الشعبي هو ما يعبر عن الناس وعن الشعب بلهجتهم، بلغتهم، بالقرب منهم، بحيث أن الشاعر الشعبي يستطيع أن يصل إلى جمهور أكثر. والشعر الشعبي هو لا يلتزم بحركة النحو والفصحى فقط. طيب أستاذ عبد المجيد، ما هي سمات الشعر الشعبي ومميزاته وكذلك أنواعه؟ سمات الشعر الشعبي أنه لا يلتزم بالنحو، تقدري تقولي فصيح مسكن، لا يلتزم بالنحو. مميزاته أنه يتكلم باللهجة العامية وليس الشعبية فقط، باللهجة المنطقة. أنواع كثيرة، منها الشعر الشعبي، وتسمية الشعر الشعبي هي تطلق على الشعر الذي كان يقال بيت واحد، القصيدة كلها في بيت، هذا يسمى الشعر الشعبي. أما الشعر الغنائي فهو مختلف، يسمى الشعر الحميني أو الشعر الغنائي، وألوان كثيرة حسب كل منطقة. أيوة. طيب إيش الفروق الآن ما بين الشعر الشعبي القديم والشعر الشعبي الجديد اليوم؟ يعني الشعر الغنائي القديم كان شعر مؤصل، كان شعر له قواعد، له صور، له يخاطب المستمع بلهجة رقيقة جدا. الشعر الحميني هو أرق من الشعر الشعبي، لا يستخدم المصطلحات الجلفة التي يستخدمها بعض الشعر الشعبي. الشعر الشعبي أيضا يستخدم في التثوير، الزوامل، إشعال الحروب، الصلح القبلي، أشياء كثيرة. أما الشعر الحميني فهو الأصح إطلاق هذه التسمية على الشعر الغنائي، الشعر الحميني. طيب الفرق، تفضل كمل. الفرق بينه وبين زمان، كان زمان يكتبوا شعر رائع وشعر جميل، الآن في ناس يستسهلوا الشعر، يعتقدوا أنه من كتب شعر شعبي أو من غنى لأي فنان، من استطاع أنه يصل إلى أي فنان ويعطيه قصيدة وغنها، يعتقد أنه خلاص وصل. طيب أستاذ عبد المجيد، يعني متى نقدر نقول أنه كان العصر الذهبي للشعر الشعبي؟ العصر الذهبي للشعر الشعبي بدأ من أيام القاضي محمد بن عبد الله شرف الدين الكوكباني. نعم صحيح. وامتد إلى عند القاضي عبد الرحمن الآنسي، بعده فترة وجيزة، ثم القاضي الابن أحمد عبد الرحمن الآنسي، ثم فيما بعد القاضي علي العنسي. هؤلاء الأربعة هم سر وجود الآن نهضة غنائية، هم سر وجود التراث اللي معانا الآن. الأربعة العمالقة هؤلاء هم الذين صنعوا لنا كل هذا التراث وكل هذا الفن وكل هذه القصائد، ولولاهم ما كان معنا التراث في هذا الحي. يعني ممكن تقول لنا ايش هو سر تميز هؤلاء الشعراء القدماء؟ يعني
ليش هم يعني كانوا السبب زي ما انت قلت ان في نهوض هذه او وجود هذا العصر الذهبي لهذا الشعر الشعبي؟ اولا كان عندهم وعي بالكتابه، وعي بما يكتبونه وبما يقدمونه، وكانوا عارفين ايش يكتبون. كانت لغتهم ايضا جزله، كان في شعراء كثير غيرهم، لكن هؤلاء طغوا على من عاصرهم وعلى من كتب بجانبهم، لانهم كانوا واعين بالكتابه. كتابه الشعر بحاجه الى وعي، وللاسف في ناس بيكتب بدون وعي، ولذلك بتوصل النصوص ممسوخه، الاغاني توصل ممسوخه، ما فيش فيها روح. طيب استاذ عبد المجيد، الان لو نجي لوقتنا الحاضر، هل هناك بعض الاسماء التي برزت في الشعر الشعبي ونقدر نقول انه كانت مميزه في عصرنا الحاضر؟ ايوه نعم. الشاعر عبد الله بن ابي نعمان الحبوب، الاستاذ حسن الشرفي، الاستاذ مطهر الهرياني رحمه الله عليه، الأستاذ علي ابن علي صبرة، هؤلاء شكلوا واجهة جديدة للشعر الغنائي، لونوا الشعر الغنائي، أبرزوه بصورة أجمل. الفضول معروف يعني طبعا ما نعم أكثر من أن أحد يعرفه، طبعا هو علم. ايضا مطهر الإرياني، كل الأسماء التي ذكرت نعم. يعني فعلا يعني أسماء عباس كبيرة الديلمي. نعم عباس الديلمي، أعتقد أنه أكثر من أضاف إلى الشعر الغنائي والفضول، ويأتي بعده علي بن علي صبرة من ناحية الكم والكيف والجمال والدفء وخصوبة الإبداع. أيضا مطهر الإرياني من أكبر أو من أكثر الشعراء الذين وضعوا بصمة كبيرة كبيرة جدا في الشعر الغنائي اليمني. طيب ما أنك تتكلم على الشعر الغنائي اليمني، خلينا نشوف هل الشعراء اليوم شعراء الحديثين بيخدموا الأغنية اليمنية؟ والله الشعراء الحديثين بعضهم بيخدم وبعضهم بيمسخ هوية الفن. به أغاني دخلت قبل فترة على اليوتيوب بالصدفة. أيوة نشين نعرف رأيك بالإصدارات الجديدة يا أستاذ عبد المجيد. دخلت قبل فترة إلى اليوتيوب وكنت اشوف اسماء اغاني، اغاني شعبيه يعني غنائيه من حقنا بلهجتنا، لكن الواحد يخجل انه من مجرد انه يشوف العنوان يخجل انه يفتحها او يسمعها. يعني انحطاط فظيع ونزول بالاغنيه من اسفل السلم، من راس السلم الى اسفله، يعني كانهم بيتعمدوا يشوهوا الاغنيه اليمنيه، كانهم بيتعمدوا يسيئوا الى التراث، زي ما يكون في لوحة بيضاء هكذا جميلة ويجي طفل يشخبط فيها ويمهدها، هكذا بيعملوا. يعني نقدر نقول انه للأسف يعني الشباب حاليا ما خدموش الشعر الشعبي بعض الإصدارات. في أسماء جميلة تكتب شعر جميل، بتقدم شعر جميل، لكن هؤلاء الذين يكتبون شعر جميل ما يلاحقوش الفنانينهم ولا يبحثوا عمن يغني لهم إطلاقا، لأن الإنسان الممتلئ، الإنسان الذي يكتب كتابة جيدة لا يلاحق أحد. صحيح، يعني موهبته الذي بتفرض نعم. نفسها. طيب أستاذ عبد المجيد، كان في الزمان يعني كان أشهر الشعراء أو الذي ذكرتهم اللي كان في العصر الذهبي كانوا أكثرهم قضاة وفقهاء، يعني ويعني كونهم كانوا أكثر فئة المجتمع ثقافة وعلما. اليوم نشوف الطارف قدو شاعر وجمع له كم متابع في السوشيال ميديا وسمى نفسه شاعر، ما رأيك بهذه الظاهرة؟ كان زمان الشاعر هو لم يكن محصورا على القضاة فقط، بس هم يعني كانوا بارزين قوي يعني. نعم محمد بن شرف الدين الذي ذكرناهم قبل شويه، نعم. القاضي العنسي، عبد الرحمن العنسي، احمد عبد الرحمن، كلهم كانوا قضاة وكلهم كانوا حكام وكانوا يؤمون في صلاة الجمعة يعني. نعم اسر الشعراء الذين نبتوا في اسر مشهوره بالقضاء كانوا يتوارثون الكتب والمخطوطات والعلم والفقه والشعر. اذا كان الشعر كان واحد من شروط
يعني من شرط انه يكون انسان مجيد بكثرة الشعر باللغة. فكان في شعر شعبي ايضا، كان في ناس شعبيين بسطاء يكتبوا شعر شعبي، لكن القضاة اللي كانوا يكتبوا كان وعيهم اكثر بالنحو باللغة بالوزن بالموسيقى. ايضا كان في موسيقى، وما كان يكتبوه قبل 600 سنة و700 سنة من عصر ابن خليفة في العصر الرسولي الى الان، كان يغنى الشعر. الشعر الذي كان يكتبه القضاة هؤلاء كان معهم فنانين يغنوا وكان يلحن. فرغم انهم كانوا قضاة كانوا منفتحين اكثر من انفتاحنا الان للاسف. نعم. ايضا كان انفتاح في الصوره الشعريه، انفتاح في اللغه، انفتاح في كيف اقول، في تقريب المتلقي الى عندهم وايصال ما يريدون مهما كان نوع الانفتاح هذا. رغم انهم كانوا قضاة ورجال دين ايضا وكانوا يخطبوا في المنبر يوم الجمعه، لكنهم كانوا متحررين ومنفتحين في نصوصهم وفي كتابتهم اكثر من الان. اما الشعراء الذين يستسهلوا الان في مواقع السوشيال ميديا، هي بحث عن لايكات وعن اعجابات وعن فلوس من وراء الصفحات، من خلال المتابعه، من خلال مشاهده الفيديوهات، من خلال اعداد المشاهده المشتركين، يعني سوق تجاره شغل. استاذ عبد المجيد، احنا حابين نختم معك الفقره بقصيده شعريه نختم بها هذه اللقاء الجميل. قصيدة شعرية من الشعر الغنائي اللي تفضله، يعني أقصد من الشعر الغنائي ولا قصيدة؟ اللي قصيدة لك طبعا. إذن سأقرأ من الشعر الغنائي. تفضل. كم له يسايب بحوره بالقلص ويمتر الليل حنشافه طويل، جالس بيرسم لأحلامه قفص ويفعل لسيقان عكازه عجيل، ويقرأ لروحه ملايين القصص ويعلم الناس فن المستحيل. كم جهده القلب يتحمل غصص ويساير الوقت لا رأس النقيل، وكم عدبت على كل الفرص وانا الذي ضعت في عين الدليل، والليل بيجي يوفي ما نقص والصبح بالضوء متكاسل بخيل، الخيط كله شعبك في المقص والوضع كله مخيط بالسمين. يا سلام، ما شاء الله، يعني كلمات سهله وجميله وقريبه من القلب. استاذ عبد المجيد، نور سهله، شكرا. شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس، شكرا على هذا الإثراء الجميل. ونقطة مهمة، الإثراء المعرفي، القراءة الجيدة، هذه الأشياء اللي ينقصها الشعر الحديث اليوم، ونتمنى أنه يتوجه الشعراء الحديثين نحو الاهتمام بهذا الشعر المهم الذي يعتبر تراث لا مادي إنساني مهم للشعر في اليمن. شكرا لكم، شكرا لطاقم البرنامج. شكرا لك، في أمان الله. إذا مشاهدينا، نذهب لآخر تقاريرنا لهذا اليوم وقصتنا التالية من الأردن. بطلها الفنان منير زايد الذي أراد أن يغير مفهوم الغناء في الأماكن المغلقة والصالات والدعوات الخاصة إلى فن يمشي في الشوارع ويتردد في المحال والأسواق. ليس ذلك فحسب، بل يصور ردات فعل الناس المفاجئة بمبادراته. دعونا نرى هذا التقرير، كيف استقبل هؤلاء الناس الفكرة، ونستمع إلى صوته الجميل. لك على الجفاناوي حملت الهموم عن هامر والراوي يا باي. رسم الابتسامة على محي الناس عمل صعب ومجهد لا يتقنه إلا من لديهم الإرادة القوية بتحويل التعب والحزن إلى بهجة وسعادة. بمشاكسة شبابية يقوم المطرب الأردني منير زايد بالغناء في الشارع أمام المارة والباعة وأصحاب المتاجر ليسجل ردة أفعالهم وينشرها على مواقع التواصل.
جميل غريب الدار علي قار زماني القاسي وظلمني مشيت سواح مساوي صباح مشيت سواح مساوي صباح. الشاب زايد الذي ينحدر من عائلة موسيقية نشأ وترعرع بأجواء الغناء وسط أعمامه، لذا قرر الدمج بين غناء الناس في الشوارع ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليبدي فرحه وانبساطه وهو يرى وجوه المارة وتعابيرهم وكلماتهم المليئة بالامتنان. يلا على طول يلا. هل يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشى بك مشى. شعوري فرحة، بكون مبسوط صراحة. شوف ما بتقدر يعني تجرب هذا الشعور اللي إذا عشته، أنا عشته يعني عرفت كيف وبداخله. فلما بصور والناس تنبسط ما تتوقع قديش أنا بكون فرحان، حتى لما خصوصا في كلمات بتأثر فيك لما يحكي لك والله أنا انبسطت كثير، اعرف إنه هذا حكاها مش من فراغ، حكاها لأنه فعلا هو مبسوط. حالة من الدهشة والبهجة طرأت على وجوه أصحاب المحلات والتجار وهم يستمعون للفن والفنان ويستقبلون مبادرته الاجتماعية بصدر رحب. كاليسري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. الناس تحب الفن يا ودي يعني، وأي شيء يدخل فيه الفن دائما يعني يجلب دائما البهجة والفرح. فعلا، واليوم كانت حلقتنا فنية بامتياز، تكلمنا على الخط والشعر وختمناها بهذا التقرير الجميل الذي هذا الشاب يعني حرص أنه يزرع الابتسامة في كل مكان يتواجد به فيه عن طريق صوته الجميل يعني. صحيح، وتجارب اجتماعية جميلة ويحظى بمشاهدات كثيرة على تيك توك. إذن مشاهدينا، بهذا الشاب الأردني وهذا الفقرة الجميلة الغنائية نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم اللي نتمنى أنه أنتم استمتعتوا بها. تطلونا غدا بإذن الله، إلى اللقاء في رعاية الله. Thank you.